السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وكيف ما كتشوفوا معايا انا في الطياره، كيف ما ديما طايره، انا ما بغاش نشد الارض. المهم جاتني واحد السفريه فجاه وقلت غادي نمشي. المهم هي صراحه ما كنتش معوله بمره، يعني ما بين ليله ونهار صافي عولت انني نمشي وداكشي. المهم غير صخره، وصاحبتي الالجيريان اللي ساكنه حدايا بغات هي تمشي، قالت لي نمشي انا وياك او ميم طون نتسخروا ونقضيو واحد اليومين تما، غير يومين بالحق ماشي بزاف. قلنا علاش لا ما نمشيوش لمدينه ميلانو، المدينه الايطاليانيه، مدينه ميلانو ان شاء الله. المهم انا غنديكم معايا، المهم ما صورتش بزاف، مي صورتش لقطات، انا غنشارككم معاكم. والمفاجأة الكبيرة هو أنني مشيت الغد ليه، مشيت في واحد البنت يوتيوبرز صديقتي العزيزة مروة فلوغ، مشيت عندها شفتها. وخليكم مع الأحداث، أشنو طيبات ليا، أشنو غداتني، وشنو الأوقات اللي دوزت أنا وياها. صراحة ضحكنا، دوزنا، بقيت زوينة زوينة زوينة، وكنت منا تفوجوا. وهنا هذا هو النهار الثاني ان شاء الله. المهم انا متحمسه 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 بزاف باش نشوف غيزلان اللي هي مروه فلوغ. المهم انا غاديه عندها دابا، خديت الطاكسي باش ناخذ عبد نوتر ترونسبور باش نمشي عندها، وانتم معايا. وانا دابا كنطلق البخور، ايمان جات عندي، مرحبا بها، كتري كتري غيزلان. ربي يخليك يا ربي، تبخر تبخر. يا هلا يا هلا يا هلا، لا لا غزاله ريحتها، لا لا غزاله ريحتها. مرحبا بك يا ربي يخليك، والله ما كرهتكمش تشوفوا معايا البنات غزلان، والله تبارك الله صلى على النبي. انت اللي غزاله، وانا غنوريكم الطبله شنو جدات ليا وشنو خدمت. دابا صافي راه حنا كنتبخروا، دابا غادي نمشي ومن بعد غادي نتلاقاو. ايمان قالت لي ديري انت الفيديو، هضري في بلاصتي، هضري فيا ما يصور عيالة. بعدا اللي حمقني الشعير 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 الشعير، ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 غزال، والله لا غزال، بغيتي نسيتك شويه اختي، راكم انتيا البخور. ايوا شوفوا البنات، شوفوا شنو موجده ليا غزلان مسكينه، محنتها معايا، والله الا محنتها معايا مسكينه. دارت التبخيره انا اختي، كنصاوب لك الطبله ديالك غزلان. صابر شوفي اختي شنو لقيتها مجزه، شوفي شوفي واش لقيتها مجزه لينا. هادي ما عرفتش شنو هو، بحال شكل الكرومبل، هذا ماشي الكرومبل، لا مزينا طاخ، تبارك الله صلى على النبي. داك الشيء متول ومقاد على حقه وطريقه. دغيسيا تو دي بونجور، تو دي السلام عليكم. سافا لا بارفي، تا كي بخرناها معانا دريسيا مسكينه. فوالا البنات شوفوا مسكينه شنو جدات ليا، ربي يخليها، والله كبرت بيا مسكينه، الله يكبر بها في هذا النهار. يلا خليكم انتم البنات، جيت نطلع على غيزلان شنو مجده لنا الغدا. لقيتها مجده واحد المريقه كتشهي، ما نعاودش ليكم. هذه راه المروزيه صاحبتي، هذه راه المروزيه صاحبتي، هذا راه المروزيه راه عطريه زعما. لا ويلي 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 ويلي، هذا اللحم العنقرة صاحبتي اللي كطيب مع السلا، راه كانت دارتها مونيا، دارت واحد الوصفة تاع المروزية اللي كنتي شفتيها. شفتها شفتها شفتها، أييه تبارك الله صلى على النبي، ريحته طالعة كتشهي. والله إلا ريحته فن. دابا أنا ندوق ونقول لكم الدراري واش داكشي زين عندها ولا لا. ايوا دوقا رد عليهم صاحبتي، ضروري ضروري ما ندق نرد عليهم. فهمت المريقه راه معيس، لا لا المريقه معيسه وزوينه، تبارك الله تبارك الله. صلاه عندي اختي جات لعندي وداخل عندي الكوزينه، قالت تبارك قال ليها اش ديروا ليها، ما تشدوهاش ما تقجوهاش ما ت اش ديروا ليها. لا اختي هذه شي حاجه تاع الزربه، والله يعني ما اكثر من هذا الشيء، شغل شي دوز ديال ديال اكثر من هذا الشيء. بارك الله فيك، والله مكبره بينا وجايين عندك علاقه مع الفيديوهات، والله هضري هضري باسي هضري، انا خليته لك واحد البيضه باش نحطها، عبقى شاده انا راجعه نزوقوا بعض البيضه. دابا البنات عرفتي ايمان قالت لك الغدا، ايوا عرفتي دابا شحال الساعه، راه 6 ونص. ايوا حكموا عليها دابا، درا عشاء راه قالتها لطيف لطيفه لطيفه، راكي قلتيها قلتي واش دير العشاء الايمان حمس واش دير، راه قالتها قالت راه جايه للعشاء من شافتك البارح. يلا دابا حنا
قولي لهم حنا دابا غادي نمشيو نتذوق الاكل ونعطيكم الطبله. يلا قولي لهم تلقاو كتقول لي قولي لي بخطره نقول راسي راه زيزان صافي. شوفوا غيزان شنو جدت ليا. شوفوا الصالات زويناتها. لا 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 ديكوراسيون دغيسي عجبها الحال. زوينه دغيسي انا جاتور سي بو مانيفيك. شتي صيبت لنا الديكور دابا نخونت لها هاد اللقطه. صافي دابا تغدينا. ايوا يا ايمان كتخوي لنا في اتاي بارك الله الصام ديال ايمان. اي زعما زعما ديكري بريليش اخوي لك الصينيه. الصراحه اتاي مشحه. انا راه كنعمر الكيسان هذا الشيء اللي بان لي. هذه هي الطبله كما شاركت معكم قبيله ديال اتاي. ودابا غادي نشربوا اتاي. نشربوا اتاي غناكلوا الحلوى غناكلوا حتى هو الشيء كامل. هاي ديك الحلوى تاع الريكوطا شفتيها اللي اللي كاع صحه. انا ما عنديش مع الحلوى. واعره بجد. عجبتني. لا اول مره اول مره نذوق هاد الحاجه. هادي انا كندير. انا قلت غادي نديرها باش ايمان تذوقها وترد عليكم الخبار. هي باش تقول لكم واش تجربوها ولا ما تجربوهاش. فنه عجبتني. تخي بون تخي بون سالي اي سكري سي سا قالت لك تخي بون. قول لها حتى تدير وتدخل القناه تاخذها لو سالي سي كرامبل. ايمان مسكينه هذا الفيديو راه ديالنا. زعما كتاكل في الحلوى تقول لنا كيفاش دايره. هي ما عندهاش مع الحلوى وقالت لك راه ضاقتها مسكينه. زوينه والله حتى زوينه قسما بالله. الحلوى غزاله 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 بجد. شوف شوف الدريسيه كدير بحال شي شاف كتشوف وكتديرها وتذوقها ديالها ملي كتذوق. وهذا هو النهار الثالث اللي غنمشيو فيه بحالنا. هنا راه جارين بالزنا. يلا هبطنا في سونتروفيل. صراحه البارح دوزت نهار غزال 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 بزاف مع غزلان. دوزنا وقيته زوينه ضحكنا مع العلم انني كنت عيانه شويه وكنا الليله اللي قبل ما نعسناش مزيان. ومهم درت اللي عليا. صورت لكم لقطات اللي دوزت مع ديك البنت. صراحه غزاله ديك البنت ظريفه ظريفه بزاف. وداك الشيء دارتو عليا ما عمرني ما نساه. ومهم هذا النهار الثالث لان اللي غنمشيو فيه حنا. انا بباريسي هنايا غادي نضرب دوره شويه في ميلانو نديرو شويه شوبي. كيف ما قلت لكم مدينه ميلانو هي مدينه ديال الشوبينغ ديال التقديه. زعما اللي جاي يشري الحوايج يتقدم مزيان هذيك هي بلاصتهم. صراحه كاين شي ماكازات يعني واو شي حاجه روعه 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 بزاف. ومهم انا غنضرب معكم دويره غير خفيفه خفيفه بزاف حيت لحقاش ما كانش عندي الوقت بزاف. كيف ما قلت لكم ما كانش عندي الوقت بزاف وخاصنا من بعد نمشيو لايغوبور باش نشوف حالتنا نرجعوا لبوردو. ومهم اللي درتها نتوما معايا مهم. من بعد الفطور ديالنا فطرنا وخرجنا من تما. كانت معايا صاحبتي الثالثه الثانيه باردون الثانيه هي وليدها. المهم خليت معها الباكاج حتى لحقاش ولدها ما خلاناش نتقداو. ومبرطيط راكم عارف الوليدات الصغار مبرطيطين بزاف 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 ما خلاوناش نتقداو. المهم خلينا معها الباليزات ديالنا وهي كانت معها كذلك صديقتها الثالثه. يعني داكشي علاش قلت لكم الثالثه حنا حيت لحقاش حنا كنا اربعه. خلينا معها لي فاليز ومشينا نضربوا دويره راكم عارفين لي ماكازون وداكشي. وكانت معايا صاحبتي نيت بغات تشري واحد الساكاما خداتو من برادا. هذا الخضيضر هذا اللي كتشوفوا فيه هنايا خدات هذا الساكاما هنايا. ومهم ضربنا دويره. انا ما صراحه لا ما كانش باغا نشري شي حاجه يعني ما خديت والو. خديت انا غير واحد الساك ولكن ماشي من برادا غير واحد الماركه سميتها سيسلي جوبونس. دابا نشاركوا معكم شي نهار وما خديتوش غالي. صافي هادشي اللي خديت وصافي ما بقينا كنتقداو وتشرينا داكشي اللي خاصنا. ضروري الماكله ايطاليه كيف ما كتشوفوا معايا. قبل ما نشدو الطريق قبل ما نشدو الطاكسي ونمشيو للمطار قلنا ناكلو وعاد نمشيو. المهم كلينا كيف ما كتشوفوا ماكله ايطاليه قبل ما نشدو الطريق وكانت ماكله روعه واعره واعره بزاف. وبقينا كنتخينيو في الريستورون بقينا جالسين مضيعين الوقت. ومن بعد مشينا للمطار لقينا الطياره قربت تمشي علينا بقات لينا نص ساعه على الطياره.
وصراحة الله كان جري وربي اللي عالم عاسي جري 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 مش النهار هذا كنا قولوا 100% أننا الطيارة غتمشي علينا، ولكن شديناها الحمد لله الحمد لله أننا شدينا طيارة وعاسي يعني إحنا الأخير اللي وصلنا يعني بجري، والتاكسي غادي بشوية وكنغوت عليه أنا والعصاب تبا نعوش لكم عاسي الرجوع أرجع بواحد الطريقة يعني ممكنش 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 عاسي غدا بغير كنتخيل داك الرجوع يعني كنقول ممكنش كيفاش شدينا داك. وهنا انا غادي نودع مدينه ميلانو، صراحه عجبتني بزاف 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 هذه المدينه. اللي بغى يتقدى البنات واللي بغى يمشي يشري حوايج ويشري اللي عند اللي مولوع باللي مارك وداك الشيء يمشي لتما، راه صراحه شي حاجه دو اوف، شي حاجه واعره واعره. واش غنقول لكم عجبني الحال بزاف، واحسن حاجه احسن حاجه درتها هي انني مشيت عند غزال نشوفها. صراحه ما عمري ما غتنسى لي انا من داك النوع البنات اللي ما كيزعمش يمشي عند الناس اللي ما كيعرفهمش ولا شي حاجه، وبكثره ما بقيت كنهضروا معاها وداكشي. صراحه صحبه زوينه وما عمرني ما غنسى داكشي دارت عليا، يعني كبرت بيا وبواحد الطريقه ديال ان فاش تلاقينا، مع العلم انها بنت بلادي يعني بنت مدينتي، يعني احنا وانا وياها ساكنين في مدينه واحده، يعني دينا في مدينه واحده كبرنا في مدينه واحده، ولكن هنا هي ساكنه في طالين وانا ساكنه في فرنسا. ولكن يعني ما عرفتش بحال غادا عندها بحال غادا العائله ديالي، صراحه ما نوصفش لكم ديك الفرحه ديالي. يعني انا ميم دابا كنشوف في فيديو داكشي، يعني ديك الفرحه ديالي كنشوف وانا بواحد الابتسامه عريضه على وجهي وبفرحانه انني كنت مشيت شفتها وتلاقيت معها ولا لي خطك حبيبه ديالي. وهنا غادي نقول لكم بسلام عليكم وتهلاو فروسكم دريسيه، صافي طاحت كاو 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 مسكينه صافي عيات مع الجري، واخا انني انا جريت كثار منها وبقيت كنجرها وزرعها كاو داكشي غير باش تجري شويه، ولكن انا كانت الكاو مسكينه طاحت كاو طلعت في الطياره نعسات الكاو. المهم انا بقيت كنجني، انا ما كيجينيش النعس